تشريف لأي حد ينفع؟ ليه إيه بالظبط؟ يكون محامي تحت التدريب ليا. على فكرة أنا درست سنتين في جامعة القاهرة. زين أنت بتحاول تدور على واحد شبهك؟ بس العميد فصلني علشان كنت بلخص الكتاب بتاعه وببيعه. مش هنلاقي ها؟ بس أنا بفهم في القانون أكتر من أخويا ومن الدكتور اللي فصلني ومن تلات أرباع محامين البلد. أنت لما دخلت من هنا أنا راينت نفسي إنك مش هتمشي من هنا غير لما تقنعني. وأنا كسبت الرهان. أنا بقيت محامي في أكبر مكتب في مصر. زين كان عنده حق. يعني احنا بقينا تيم واحد زي مرزوق الكوتش وبركات الدمنهوري كده. سلام يا صاحبي. وانت مفهوم؟ طبعا انت حاسس ان انا عايز اغلعك. وانت بتهددني؟ مفهوم مفهوم. جود لك. هو مين ده يا زين؟ النجاح هو احسن انتقام. غلط. الانتقام هو احسن انتقام. انتوا عايزين البسها لمراتي؟ انت العميل بتاعنا مش هي. كمان بتكسر ما نروح من دي. اعرف ان زين بيحب الشخص اللي بيواجه المواقف. حساب عليكي. مش بيخاف. اللي مخلينا اقوى مكتب في مصر ان احنا معظم قضايانا بنحلها بره المحكمه. وبعدين في السوق النيل انت فيه ده؟ لان ميدو. لا 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 مش وقته. بنتك بقى اللي سرقتك. كل ده عشان خبيت الدليل عني. اخراك. بتاع شاهين. شكلك صغير قوي يا ادم. ممكن بقى تفكوا العميل بتاعي؟ اصل للاسف ما عنديش طريقه تانية ننطف فيها صورتك قدام الكل. لازم تبقي عارفه ان اي معركه هتدخليها هنا مش هتبقى سهله. مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مضمونه. ايه ده؟ قضيتك الاولى. وريني هتبقى احمد زكي في ضد الحكومه ولا لبلبه في ليله ساخنه؟ على طول كده؟ هبقى لبلبه طبعا.